regression less speed ما بين 100 rpm و 2000 rpm إذن E A at 100 rpm راح تساوي 0.1002 في 100 وتساوي تطلع 10.02 فولت مش هيك؟ فبصير عندي هلا ال V supply بدها تساوي IARA IA 25 في RA 0.25 0.25 كانت 0.3 armature resistance 0.3 زائد 10.02 ويساوي 25 في 0.3 بتطلع 7 مش هيك 7 ونص و10 17 ونص 2 فولتس وتساوي الديوتي سايكل المطلوبة في 220 إذن الديوتي سايكل المطلوبة على 100 rpm قد ايش بتساوي؟ تساوي 17.5 على 220 0.079 إذن 7.9% الديوتي سايكل المطلوبة. ناخذ الحالة الثانية على 2000 عندي EA على 2000 rpm بتساوي 0.1002 مضروبة في 2000 200.4 فولتس بصير عندي هلا VS بتساوي هاي راح تضلها نفسها مش هيك 7.5 زائد 200.4 وتساوي 207.9 مضبوط فولتس وتساوي الديوتي سايكل الجديدة مضروبة في 200 طبعا مشكلة لو طلعت معي أكبر من 220 مش هيك؟ أنا فيش ديوتي سايكل أكبر من 100 و100 إذا الديوتي سايكل بدها تساوي 207.9 على 220 94.5% إذا راح أغير أنا الديوتي سايكل بهذا الرينج حتى تتغير السرعة معي على هذا التورك إذا تورك ثاني طبعا بدنا نغير بس إحنا هون طب إذا التورك هون إيش إحنا مفترضينه هذا اللود نوع اللود هذا constant torque load لأنه ما تغيرتش السرعة وما فيش viscous friction يعني احنا فعليا قلنا هون من 2000 rpm إلى 100 rpm ضل هذا التورك 24 ولا 23 كان تقريبا 24 نيوتن متر ما فيش ميلان هون يمكن يكون في ميلان بسيط viscous friction نضيفه السؤال الأخير ايش هو لو كانت الديوتي سايكل 100% قديش بصير عندي VS بصير VS 220 مظبوط فبصير عندي 220 بتساوي 7.5 اللي هي IARA زائد بدنا السرعة بال RPM N RPM مضبوط مضروبة ب KV 0.01002 فال N RPM بتساوي 220 minus 7.5 على 0.1002 2120 RPM هاي صارت السرعة اللي لو رفعت الديوتي سايكل إلى 100% ايه دكتور احنا اعتبرنا اللوسيب